حقا صدق الله العلي العظيم. لقد لكم كادر المخيم كعادته في كل عام أنشودة خاصة بالمخيم وأنشودة هذا العام من أداء الشاب المؤمن مهدي الصفار، والقصيدة من نظم الشاعر عادل أشكناني، الهندسة الصوتية عبد الله مبارك، وتوزيع أحمد القلة. والآن تفضل الشاب المؤمن مهدي الصفار مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. درب الإبا سلكا وللحسين بكى بقلبه الخاشع بجرحه اشتركا والأربعين حكى المخيم التاسع. درب الإبا سلكا وللحسين بكى بقلبه الخاشع بجرحه اشتركا والأربعين حكى المخيم التاسع. سيطول نواحي فهنا أرض جراحي فهنا أرض جراحي بدل الدمع دما بلقاء وبكاء. صوت يتعالى لرضا الله تعالى لرضا الله تعالى. صوت يتعالى لرضا الله تعالى لرضا الله تعالى لسليل النبلاء بلقاء وبكاء. لسليل النبلاء بلقاء وبكاء. شعارنا الزاهر من مشعل العاشر للحشر لا ينضب وجمعنا الثائر بحزنه سائر سعيا إلى زينب. شعارنا الزاهر من مشعل العاشر للحشر لا ينضب وجمعنا الثائر بحزنه سائر سعيا إلى زينب. في حزنه سارا فصفى الدمع شعارا فصفى الدمع شعارا لنواسي الحورا بلقاء وبكاء. صوت يتعالى يتعالى لرضا الله تعالى لرضا الله تعالى. صوت يتعالى لرضا الله تعالى لرضا الله تعالى لسليل النبلاء بلقاء
قد عادت الكرة وصوتنا جهرا يا صاحبي نادي بمهجة حرة نحيي معا ذكرى مخيم الهادي قد عادت الكرة وصوتنا جهرا يا صاحبي نادي بمهجة حرة نحيي معا ذكرى مخيم الهادي ذكرى تتجدد وعلى نهجي محمد وعلى نهجي محمد فعلى السبط عزا بلقاء وبكاء صوت صوت يتعالى لرضا الله تعالى لرضا الله تعالى صوت يتعالى لرضا الله تعالى لرضا الله تعالى لسليل النبلاء بلقاء وبكاء لسليل النبلاء بلقاء شبابنا هيا فهذه الدنيا تبقى لكم فوزا بالذل لا نحيا والنهج للعليا يستوجب العزة شبابنا هيا فهذه الدنيا تبقى لكم فوزا بالذل لا نحيا والنهج للعليا يستوجب العزة نهج يتحقق بعلا النفس توثق بعلا النفس توثق بنفوس الشرفاء بلقاء وبكاء صوت لسليل النبلاء بلقاء وبكاء